أهلا بيكم مرة تانية مهندس طارق حلوة مصعد هاوزن. الفيديو ده هنتكلم عن المنتج الستير ليفت. الستير ليفت ده منتج إنجليزي احنا شغالين فيه من 2009 في مصر. الوكيل الحصري لشركة هاندي كير. هاندي كير دي شركة عالمية ليها مصنع في انجلترا وليها مركز كبير جدا في هولندا. عندنا زي ما احنا قلنا two types of هاندي كير. عندنا الستريت بيجي دايركت من هولندا والكيرف اللي هو البيند اللي فيه انحناءات على السلم يعني بنجيبه من انجلترا. منتج ستير ليفت ده من احسن الحاجات واسرعها, بسيط, بيركب في يوم واحد. المهندسين عندنا بيعملوا حاجه اسمها فوتو سيرفي, في سيستم معاهم على اللابتوب, في كاميرا, في سيستم كامل نازل على اللابتوب بتاعنا واخدينه من الشركه. بنقدر نعمل سيرفي كامل للسلم. عندك عندنا السلم ستريت, عندنا السلم الكيرف, عندنا السبايرال اللي هو كامل الدوران, كل ده ركبناه في نفس اليوم اللي بنعمل فيه سيرفي. بنعرض على حضرتك الكرسي بتاعك على اللابتوب بالظبط زي ما هيجي من بره بعد السيرفي على طول. حضرتك بتنقي اللون للكرسي, بتنقي اللون للريل, بتنقي, بتقول لنا الوزن المتاح اللي هيستخدم الستير ليفت. الكلام ده كله متاح عندنا وموجود في شركة هاندي كير. ألوان متعددة, في عندنا حمولات لحد حوالي 160 كيلو جرام في الستريت, حوالي لحد 137 كيلو جرام في الكيرف. عندنا موديل كمان أوفر ويت. ده بالنسبة للمنتج الستير ليفت. من مميزاته كمان إن هو complete package, بيجي كله من بره, مفيش أي حاجة من عندنا في مصر بنحطها. احنا بنجيبه بالطيارة لسرعة التوريد. مدة التنفيذ عندنا سريعة جدا, مدة التعاقد لحد لما نركبه عند حيطك في البيت مدة لا تتجاوز 3 أشهر بعد اعتماد الرسومات برة وبعد التصنيع وبعد الشحن وبعد التركيب. التركيب بيركب في يوم واحد خلال 4 ساعات أظن. بنركب في كل المناطق في جمهورية مصر العربية. عندنا already عندنا في الساحل, عندنا في السخنة, عندنا في الغردقة, عندنا في شرم, عندنا في الرحاب, في مدينتي, في الشروق, في البروج الكومباوندز السيتيز الجديدة, عندنا في الدوبليكس. احنا من 2009 على فكرة زي ما قلت لحد النهاردة حجم تركيباتنا يقرب من 100 يونت الحمد لله, وبنتارجت ان احنا كل سنة نزود الرقم ده سنويا. ده خلاصة كلام على المنتج اللي اسمه الستير ليفت, وأشكركم جميعا ونلقاكم على خير.